بالمغرب. انا كنقول لي الثانوي، استاذ احمد كاتب في الثانوي، كلاهما صحيح. حرف جر حرف جر. اذا مرحبا بكم معنا. كنت درت لكم واحد الحصه، هضرت لكم فيها على المقرر الدراسي، ودرت لكم حصه لايف هضرت لكم على الشخص والهويه، ودرت لكم حصه لايف هضرت لكم على الشخص موصفي قيمه، وفي هذه الحصه هنهضر لكم على الشخص بين الضروره والحريه. اذا مرحبا بالجميع، تحيه فلسفيه 100%، الاف 100,000 100%. اذا ملي غادي نشتغلوا، كيفاش غنشتغلوا اليوم في هذه الحصه ان شاء الله؟ غادي نشرح لكم الدرس مزيان، تدخل المخ ديالكم، ومن بعد غادي نقلب الكاميرا وغادي نكتب بالستيلو باش الا بغيتوا تقيدوا معايا هذوك الاطروحات وهذوك المعلومات يبقاو عندكم شادينهم، تلقاو المعلومات اللي تسجلوا يبقى عندكم كوم بي دي اف، وباش ما تبقاوش مخلوعين. يا استاذه ما كتحطش بي دي اف، راه ما كاينش بي دي اف فلسفه من الاصل، باش نكونوا فاهمين. الفلسفه راه ما كاين حتى حاجه ما كتحفظ فيها، باش ما تبقاوش مصدعين راسكم، حتى حاجه ما كتحفظ، كلشي فهامه ومنهجيه عندها واحد الخطوات. راه غادي نحط لكم ان شاء الله الاسبوع المقبل كيفاش تصاوبوا النص كامل من راسه حتى رجليه. الناس اللي عندهم الفروض مثلا، الدراري اللي متمدرسين ماشي احرار، عندهم الفروض مور العطله مباشره، غنحط لكم فيديو مصور مشروح مزيان كيفاش تشتغل بالنص، يعني اشنو كيتحفظ. حتى حاجه ما كتحفظ، الفلسفه غير كتفهم، كتفهم مزيان وكتعبر عليها بالاسلوب ديالك وكتحترم هذوك الخطوات اللي كاينه. صافي، حتى حاجه ما كتحفظ. تقول لي الاطروحات، حتى الاطروحات ما كيتحفظوش، غير كيتفهموا وكتعبر عليهم بالاسلوب ديالك. حتى واحد في الامتحان الوطني ما غادي يلزمك ولا ينقص لك النقط حيت ما حافظتش الاطروحات. وباش ترتاحوا، الاطروحات اصلا 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 ما كيتذكروا حتى المناقشه، يعني ذوك الاطروحات ما تحتاجوش حفظوهم، فهموا غير المحور علاش كيهضر، حتى المناقشه. لا هذا العرض العام الناس تقول لي واش هذا العرض الخاص؟ العرض الخاص عنده لايفات مغلقه كنشوفوهم غير الناس اللي معايا في الخاص، هذا الدعم المجاني اللي كنديرو كل جمعه. العرض الخاص عندهم اللايف كل اربعاء مع العشرة الليل. حتى حاجه ما كتحفظ كي قلت لكم، كلشي غير كيتفهم وكتعبر. تقول لي استاذ ما عنديش اسلوب، اسلوب كيتكتسب ان شاء الله. غنبدا نحط لكم مواضيع كيفاش تصاوبوا المقدمه، تطبيقي ماشي غير الخطوات، كيفاش تصاوب المقدمه. اهلا مراد، اهلا مراد، راني بغيتك سلم ورا اللايف ونتواصل معك في الخاص. كتفهم وكتعبر بالاسلوب ديالك. اذا اشنو خاصنا نفهمه؟ مثلا الا تحط لينا موضوع في المحور الثالث، الشخص بين الضرر والحريه، شنو هما الحوايج اللي خاصنا نكونوا ضابطينهم وكيفاش غادي نوظفوهم؟ كيفاش غادي نوظفوهم؟ اللي خاصنا نكونوا ضابطين، ضابطين راه ماشي هي عارضين يا حافظين، ما تسمعوش ضابطين، ضابطين يا فاهمين، ضابطين يا فاهمين مزيان. ضابطين اولا المفاهيم المركزيه اللي كاينه في هذا المحور، وهادشي راه كينطبق على جميع المحاور. كل محور خصني نضبط ليه المفاهيم المركزيه ديالو، حيت من خلال ديك المفاهيم المركزيه انا نهار الامتحان ملي غنبدا نقرا داك النص غادي نبدا نقرا غنلقى فيه كلمات كنسميهم حنا الكلمات المفاتيح، كتقولهم في العربيه الكلمات المفاتيح. هذوك الكلمات المفاتيح هما اللي كنقول لهم حنا المفاهيم المركزيه. نعم العرض هو الشيء الشيء. الناس اللي معايا في العرض الخاص قالوا لي المجاني سابقيننا، حيت هادشي باقي ما درناش في العرض الخاص، حنا درناه في المجان. ايوا صبحوا الخير، الله يبيتها عند الكريم. انا الكريم قال لك يدا كريم ولا زعيم، ما نبداوش نتحاسبوا. الناس معانا يستاهلوا كل خير، نصبقوا العرض الخاص على، عفوا العرض العام على العرض الخاص. ملي كنتحدث على شنو خصني نضبط، نضبط المفاهيم المركزيه، نضبط هي نفهم ماشي نضبط هي نعرض. غتقولي يا استاذه وتعريف الشخص كنا نحفظوا، ما كناش لك حفظي يا اختي، عبري عليه داكشي اللي فهمتي من داك التعريف، عبري عليه ما تخرجش على السياق. يعني كل محور عنده مفاهيم ديالو خاصها تضبط، تضبط هي تفهم ماشي تعرض، هي تفهم. تقول لي نقول لك شكون اللي خاصو يحفظ؟ هذاك اللي راسو فيه القومه، وما تقولش لا انا، حتى واحد فيكم ما راسو فيه القومه، راه على البديه مع التعود غتلقى الشيء اللي فهمتو مزيان غتلقاو داكشي شاد، نهار غتحتاجو غتلقاو شاد. اكيد غتجلس مع راسك كتعرض، تلقى راسك ما عاقل على والو، ولكن في الامتحان راه ما يقولوش لك اجي اختي عرضي، اجي اخويا عرض، راه يعطوك موضوع، يعطوك نص، النص غيفكرك غيفكرك، واخا تكون راسك مشلل غتفكر، حيت كيعطوك نص ولا قوله في هذيك الكلمات غيبداو يسترجع لك بهم الذاكره او السؤال. اذا حنا ما كناش لكم حفظوا، راه غنعطيوكم، حنا غنفكروكم في الامتحان، حنا غنفكروكم في ديك الورقه، وانتم غتبداو تطلقوا العينان لهذوك الافكار اللي عندكم. شكون اللي خاصو يحفظ؟ داك اللي مشلل مكمل، حاول مره وجوج وثلاثه وربعه وعشره ومليون، وحتى حاجه ما كتلصق ليه في دماغه يحفظ. اما اللي عنده شويه الاسلوب راه هذاك شويه قاضي الغرض، راه شويه ماشي شي حاجه، تهولوش الامور الله يرضي عليك، شي بسيط بسيط جدا. هانتوما هذا المحور غنشرحو لكم بسيط، غادي يعجبكم ولا عجبكم راه غادي يتحفر لكم في الدماغ ديالكم. وكيف ما تيقولوا لي كاع الناس اللي كيتبعوا معايا لا في العرض الخاص لا في العرض العام، والله استاذه ودي ماشي كلامي، كلامهم هما
والله استاذه النهار الوطني لا تفكرنا هضرتك، تفكرنا غا كلامك وجبنا 18، تفكرنا عا هضرتك وجبنا 17، تفكرنا عا هضرتك وجبنا 19، ما حفظنا ما درنا حتى حاجه. كاين اللي تيقول لي استاذه انا تنكتب وانت واقفه لي حدا راسي، ما ديروش هذه، حلوا مخكم حلوا مزيان، يعني الحاجه الا دخلت للدماغ مزيان راه تتبقى لاصقه، فاهمين؟ ارتاحوا معايا دابا باش تفهموا مزيان، ياك؟ ولو اختي يكون فيه شطابه والله حتى غادي تعقلي عقلي، قولي استاذه راه قالت لي والله حتى غادي تعقلي. هذه بعدا كتقول لك فيه شطابه راه كدير التمارين وكتجيب مزيان عندي، حيت انا كندير لهم تصحيح فردي، ديما كنصحح لهم، هذه راه كتكتب وبركة كتحيد على راس العين دابا. اذا ملي كنتحدث على شنو خصني نضبط في هذا المحور، اولا خصني نضبط المفاهيم المركزيه. شنو هما هاد المفاهيم المركزيه؟ هما الكلمات المفاتيح، وفين غنحتاجهم؟ الا عطاوني شي نص غنبقى نقرا 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 ونبدا نقول علاش كيهضر هذا النص، فين كاين هذا النص، اين درس، شنو اللي غيفكرني باين درس واين مجزوء واين محور. هذوك لي موكلي اللي كاينين، لقيتي الشخص والنص حتى هو فيه الحريه وفيه الضروره، راه الشخص بين الضروره والحريه. لقيتي الشخص والضروره راه الضروره والحريه، لقيتي الشخص والحريه راه الضروره والحريه، يعني ضروري اما غتلقى الشخص والضروره والحريه بثلاثه، او غتلقاو غير الشخص والضروره، او غتلقاو الشخص والحريه. داكشي علاش خاصنا نضبطوا المفاهيم المركزيه نكونوا فاهمينهم مزيان، حيت بعض المرات يقدروا ما يكونوا ما مذكورينش في النص، يكون غير المعنى ديالهم، من داك المعنى غتعرف راه انت اين محور اين درس اين مجزوره. اذا المفاهيم المركزيه اللي كاينه في هذا المحور هي كالتالي: مفهوم الشخص، شنو هو الشخص؟ هو الذات الواعيه العاقله، يعني واعيه وعاقله. وتقول لي الشخص راه ما كنعرفوش شي نيزك ولا شي كوكب في الفضاء، راه كتعرفها راسك اخويا، اخويا اللي كتشوف فيا، اختي اللي كيتفرجوا فيا. الا قلت لك عطيني تعريف شكون انت من غير الاسم والنسب، اش من فصيله كتنتمي ليها انت اختي، اش من فصيله كتنتمي لها انت اخويا؟ وانا كنتمي للبشر. الوضع البشري، مجزوءه الوضع البشري، انت بشر. الوضع البشري، وكي داير هذا الوضع؟ كيفاش الوضع؟ كي داير هذا بنادم؟ كيفاش عايش؟ كيفاش داير؟ كيفاش الوضع؟ الوضع هو الحاله ديالو، كيف هي حالته؟ والحاله لحالة الله، هي كي دايره؟ وعايشين مع معذبين، مضاربين، مع الخدمه، مع ولادنا، مع القرايه، مع تماره، مع المشاكل، مع بنادم ما كيدخل السوق راسو. اذا هذا هو الوضع، الوضع البشري هو كيفاش كيعيش الانسان مع الانسان الاخر في هذه الدنيا، وشنو هما المشاكل اللي عنده. من ضمن هاد المشاكل اللي هنهضروا عليهم اليوم هو الشخص بين الضروره والحريه. الضروره هو المفهوم الثاني، الضروره هما كاع دوك الحوايج اللي مفروضين عليك في هاد الدنيا. عرفتي راسك شكون؟ شكون انت؟ انت ذات واعيه، ياك واعي، كتفيق الصباح كتعرف راسك فين غادي، فين جاي، اش غتمشي دير، كتعقل على دارك، كتعقل على وليداتك، كتعقل على خدمتك، عارفه شنو غدير شنو ما غديرش، شوفي امتى تزاديتي، شكون باك، شكون امك، شنو خصو يدار، شنو ما خصوش يدار. انا فاهمه ولا انا بعقلي ولا بعقلك؟ راك ذات واعيه عاقله، هي زيدي ذات واعيه عاقله، زيد صافي انت واعي عاقل. ويلي استاذ راه شبعان مسؤوليات. ذات واعيه عاقله قادره على تحمل المسؤوليه. استاذه انا ذات واعيه عاقله. بعقلك بعقل ما نسطيش، لا ذات واعيه عاقله. واخا اذا المجنون لا ماشي شخص، علاش؟ حيت ماشي عاقل. اذا كنهضروا على الشخص العاقل، الشخص هو ذات الوعي العاقله. زيده استاذه ذات واعيه عاقله قادره على تحمل مسؤوليتها. اش من مسؤوليه؟ الاخلاقيه والقانونيه، ما كنهضروش على الفلوس، اخلاقيه والقانونيه. كيفاش اخلاقيه وقانونيه؟ يكون مسؤول على اخلاقه، عارف الشر وعارف الخير، مسؤول عليه، ولا دار الشر او لا خالف القانون يتعاقب. شكون اللي ما كيتعاقبش؟ السفيه والمجنون. انت منهم؟ لا انا ماشي منهم، انا ما مجنونش، اذا غتعاقب الا درتي شي فعل يخالف للقانون. اذا انت ذات واعيه عاقله قادره على تحمل مسؤوليتها الاخلاقيه والقانونيه. هذا هو انت، هذا هو الشخص، هذا هو التعريف، فهموه ماشي تحفظوه. ابدا تقول انا شكون؟ انا ذات واعيه زيد عاقله، كنعقل على راسي وعارفه اش كندير، اييه قادره على تحمل المسؤوليه، انا كنتحمل مسؤوليتي اللي درتها، كنتحمل فيها مسؤوليتي الاخلاقيه والقانونيه. واش الطفل الرضيع شخص؟ لا. علاش؟ ما كيتحملش مسؤوليته الاخلاقيه والقانونيه. المجنون؟ لا، ما كيتحملش مسؤوليته الاخلاقيه والقانونيه. الا حيدنا الجوج كلنا ذوات عاقله واعيه عاقله قادره على تحمل مسؤوليتنا الاخلاقيه والقانونيه. تفاهمنا؟ حيدنا المفهوم الاول اللي خصو يلصق هنا، هذا المفهوم راه تخدموا به في المحور الاول، في المحور الثاني، في المحور الثالث، درس الشخص كامل، حيت فين ما كان هذا المحور انتم مطالبين تعطيو تعريف ديال الشخص. هو هذا الشخص، هو ذات واعيه عاقله قادره على تحمل مسؤوليتها الاخلاقيه والقانونيه. شنو هو هذا؟ هذا سميتو التعريف الفلسفي.
شكون اللي عطاه؟ عطاه ايمانويل كانت. لا بغيتي تبان واعر. تعريف فلسفي ديال ايمانويل كانت. ايمانويل كانت اللي عطانا هذا التعريف. الله يرحم ليه الوالدين. كاين شي تعريف اخرى استاذه؟ كاين واحد التعريف اخر. شنو هو؟ تعريف الخطا والصواب هي الشر والخير هبس الحياه. تعريف اخر هو تعريف اللاتيني، الاصل اللاتيني من الكلمه. اين كلمه استاذه؟ والشخص الاصل الكلمه اللاتينيه ديالها شنو الاصل؟ هي سميتها بالفرنسيه لا بيرسون، والاصل اللاتيني هو بيرسونا، ان وحده ان ا بيرسون دو زين او. اي شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها القناع، الماسك. وراه حتى اللوغو ديال المسرح راه ديما فيه ماسك، واحد فرحان وواحد معبس يعني حزين، وبالتالي الدراما والكوميديا. هذاك الماسك هو الشخص. وعلاش سموونا على سميه الماسك؟ حيت حنا تنلبسوا ماسكات. كيفاش استاذك كنلبسوا ماسكات؟ دابا الشخص هو اللي كيلبس الماسك. الشخص هو اللي كيلبس الماسك. ومن هنا بغيت نشرح لكم واحد القضيه اللي غتعاونكم في الحياه ديالكم قبل من الوطني. كي كتعرفوا الشعار ديالي انا هو تكون نسخه افضل عن نفسك، وتحل مخك، وتفهم الدنيا، وتفهم راسك، عاد نشوفوا الامتحان الوطني. هتقول لي استاذه انا ما عندي زهر في الدنيا، علاش ما عنديش الزهر مع بنادم؟ علاش؟ حيت عندي عنيشان ورا الديفو فيك. كيفاش الديفو فيا؟ واش خاصني نكون منافق؟ لا. وكيفاش ما خصش يكون عندي نيشان؟ الشخص قال لك في الفلسفه في الاصل اللاتيني هو اللي تيقدر يلبس الماسكات. كيفاش الماسكات؟ كل وضعيه تحتاج منا ماسك. كيفاش؟ قلنا الشخص بيرسون مشتق من الاصل اللاتيني بيرسونا، الذي يعني القناع الذي يضعه الممثل المسرحي حتى يتناسب شكله مع الدور الموكول اليه. يعني خاصني نغير الشكل ديالي على حسب الدور اللي انا فيه، ماشي الشكل الخارجي ديالي كيف ما عطاونا هما في التعريف، ولكن الشكل ديال السلوكات ديالي وديال التصرفات ديالي. كاين اللي كيتصرف بطريقه وحده مع الجميع، وهذا خطا. انت ماشي شخص، مع احترامي لك ماشي شخص. الا بغيتي تولي شخص خاصك تعرف تصرف على حسب الوضعيه اللي انت فيها، كيف ما كنقولوا في اللغه العربيه لكل مقام مقال. بمعنى ما يمكنش انا غادي نتصرف بالدلال والفشوش اللي كنجيب على والديا مع ناس ما كيعرفونيش، وما يمكنش ليا نتصرف بداك الضحك الباسل ديالي ها وداك النكت مع ناس ما كيعرفونيش غير مع صحابي، وما يمكنش نلعب فيها دور الاستاذه مع امي حيت هذيك راه ماما هي اللي ولداتني، راه العين عمرت عليها على الحاجب، وما يمكنش ليا نلعب دور الطفله الصغيره ولا الصديقه مع بنتي، راني ام وخاصني نكون مسؤوله. دابا كل واحد خاصني نتصرف معاه على حسب العقل ديالو والقد ديالو واش تغتمشي للبيرو ديالك كموظف وغتبرك عطاه النكت وتكاكي وتهز درجك وتحطهم فوق البيرو؟ لا، ايوا لعب الدور ديالك مزيان، الله يرحم لك الوالدين. انت دابا راك موظف في البيرو، وملي تمشي لدارك لعب دور الاب، مع الزوجه دور الزوج، مع الاصدقاء دور الصديق، مع الابوين دور الابن. ما غاديش تمثل عليهم انت كراب مثلا في البوليس ولا في المخزن ولا في هذا، وتجي تقول لها والده حيدي لي تركي لي. لا خويا ديرك نديروها مع المجرمين. لا انا شخصيتي اثر عليا العمل. لا اثر عليك العمل اذا شخصيتك ضعيفه. ما خصكش تتصرف بالطريقه اللي كتصرف بها مع كل شيء، ويكون عندك وجه واحد. خصك وجوهها بزاف، ماشي هي منافق، لا هي تقدر تلعب الدور اللي مطلوب منك وتحبس. وكيف كنعطي مثال للتلاميذ في القسم كنقول لهم وليداتي عرفتي علاش كيوقع لكم مشاكل مع الاساتذه؟ علاش؟ كنقول لهم حيت نتوما ماشي اشخاص في هذا الحال. كيفاش استاذه نقصتي مني؟ ماشي شخص. ماشي شخص. علاش؟ وانت وليدي جيتي للقسم وتدينا الفشوش ديال ماماك، واش انا ماماك؟ لا استاذه انا هكا كنهضر. كنقول لي لا ما خصكش تبقى تهضر بحال هكا وليدي، خصك تغير طريقه الحوار ديالك والاسلوب ديالك وتحترمني. راه انا استاذه، هضر معايا بادب، الله يرحم الوالدين، حيت انت تلميذ وانا استاذه. وتا انا واخا استاذه معاك، ملي كنمشي عند الاستاذ ديالي راه كنولي تلميذه. بصح هذه مدرسه. الضحك اللي تضحك مع صحابك ماشي هو الضحك اللي تضحك مع الاستاذه ديالك، وماشي هو الضحك تضحك مع ماماك. يا كاين وليدي شي هضره وشي حوايج كتقولهم مع صحابك الصاط، تتقولها لامك؟ لا ما نقدرش. علاش؟ حيت هذيك امك كتلعب معها دور الابن. بصح وراه حتى الاستاذ غتلعب معها دور الاستاذ. وملي تمشي شي اداره غتعرف تهضر. علاش بزاف المراهقين تيكون عندهم مشاكل؟ يمشي يضارب مع المقدم، يضارب مع القايد، يضارب مع المخزني. انتيا تنفقوا عليا، كيسحب راسو زعما داك المخزني ولا داك المقدم غيمشي تما وغيبقى يدير لي الخاطر. لا مسكين راه كيتعصب وهضرته هكا، هضر باحترام. هادي راه اداره واش هما مسالين لك؟
ولا خصو يفهمني؟ انت شكون انت اللي غنفهمك انا؟ مساليالك اكيد، لان المراهقين كيحسوا بانه مركز العالم، ولكن خصهم يفيقوا معنا شويه. لكل مقام مقال. اذا الا ما كانتش عندنا القدره على اننا نلعبوا الادوار المختلفه داخل المجتمع فنحن فاشلون. باش نكونوا واضحين، الناس اللي الهضره اللي تهضري بها مع اختك هي الطريقه تهضري بها مع دوستك، نفس الطريقه مع اولادك مع راجلك، اختي راكي فاشله جدا. غيري الطريقه، الله يرحم الوالدين. لكل مقام مقال، باش ترتقي من مستوى الانسان الى مستوى الشخص. ما عرفتش علاش تيقول منافقه حيد ديما تندير لا ضروري نديروا ماشي ندير المني يدوز بالكذوب، وما تغلط ما تغلطونيش في كلامي. يعني ماشي انت غلطه ونقول لك اي عندك الصح، ولا تهضري بشي فلانة ونقول لك بصح بطل حرام ونقول لك لا. لكل مقام مقال. نجلس ونتصنط، ما نخرج حتى كلمه مع فمي ولا حسابي في راسي. ولكن اختي راه غنقول لها اللي كاين، اختي اسرار، اختي راه ما تغدرنيش. ولكن البراني نقيس على فمي، والطريقه اللي نهضر بها في اداره ماشي هي الطريقه اللي نهضر بها مع ولادي. دابا انت تقدري تغوتي اختي على ولادك ياك، وكيما تغوتيش عليا انا، ولا تغوتي على شي مدير في شي مصلحه، علاش ماشي ولدك هذاك؟ اذا لكل مقام مقال، والشخص هو القادر على لعب عدة أدوار داخل المجتمع. أصلا في سلسلة الحياة ديالنا كنلعبوا عدة أدوار، كنكونوا أطفال كنديروا اللي بغينا، ديالي هي اللعبة كاع ما ديالو، ديالي بغيت هادي، كنقول لك أعطي أعطي مسكين، باقي ما عارف، عطي خوك صغر منك ما عارفش، باقي ما عارفش. ولكن النهار غتولي ذات واعية عاقلة عارفة لك ما لك وعليك ما عليك، لك ما لك وعليك ما عليك. إذا الشخص هو من جهة ذات واعية عاقلة قادر على تحمل المسؤولية الأخلاقية القانونية، ومن جهة هو القادر على لعب عدة أدوار داخل المجتمع، ويغير من تصرفاته وسلوكاته وشخصيته بحسب الأدوار. وانتم دابا راه تتمثلوا، علاش هو قال لك الممثل؟ الشخص خاصو يكون ممثل بارع. قد ما كنتي ممثل بارع قد ما غيحترموك الناس. ممثل بارع يعني ملي تقمص واحد الشخصيه تتمثلها مزيان. مثلا انا دابا متقمصه شخصيه نوال الاستاذه، لابسه مقمصاها مزيان مثلا، الله اعلم، انا ما نقدرش نحكم على راسي. ولكن راه ما شتونيش نوال الاخت، ولا نوال الام، ولا نوال الصديقه، لا، هذاك وجه اخر ما تعرفوش عليا ابدا ابدا. لماذا؟ لانني انا ما غاديش نتحدث في الفلسفه وغنبدا نعطي النصائح. انا براسي كاين اللي كينصحني، انا براسي راه قال لك سقراط بجلاله اعرف شيئا واحدا وانني لا اعرف شيئا. كنا عندنا مشاكل، كنا كنغلطوا، كنا كنحتاجوا اللي ينصحنا ويورينا، حنا كننصحوا وكنحتاجوا اللي ينصحنا. اذا راه الادوار تتختلف، ماشي صافي انا اللي عارفه انا اللي فاهمه انا، لا 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 لا. الشخص هو القادر على لعب عده ادوار داخل المجتمع. لكل مقام مقال. كنا اطفال تحولنا المراهقين، دابا حنا راشدين شويه غنوليو. عقلتوا ملي كنقولوا انا جده كبيره شحال فيها ديال النكير، دابا نوليو جداوات ولي فينا حتى حنا النكير. لكل مقام مقال، كل دور كل سن وعنده الدور ديالو، هذا على مر حياتك كامله. ديما حنا عندنا ادوار، كنا اطفال كنلعبوا في الزنقه، شويه ولينا طلبه، شويه ولينا محملين مسؤوليه، دابا علينا مسؤوليه كبيره، شويه غادي نرتاحوا من بعد لا غوتخيت الا طولنا في العمر او لا نموتوا. او الادوار تتختلف بعدا في الحياه، هذه من جهه. عاد في نفس النهار نقدروا نلعبوا خمسه سته الادوار، تيجي عند الخدار ما غاتيش عندو انا طبيبه من فضلك عطيني ديك مطاش ندوز على الصناطات واش كيدير القلب، غتمشي تقضي بحالك بحال العياله، تتلعبي دور مره تتقدى في المارشي بكامل احترامك. ما غنمشيش انا عند الخضار غنقري الفلسفه، لا ما عرفتينيش انا استاذ نوال القاني، تحيه فلسفيه، ولا مشي عند الخضار نقول لي تحيه فلسفيه متواصل لكم جميعا، الو ضيت جمعيه، لا لا تقضيت قضيتك وسيري راكي مرا ديال الدار ديك الساعات. ولا نتلاقى مع الناس ونبقى كاكا كذاك الضحك الباسل ديال لا هذاك مع الاصدقاء ومع الخوت. اولا ندير في هذيك بحال هكا، انا قد هكا امي الا جداتني ريشاتني راه ما غاناش في العين هكا ونتريش. انتم ما غتشوفونيش ولكن بفرح ديك راه امي، ولكن ما غاديش بنتي تريشني حيت انا اللي امها. اذا الادوار تختلف، وبالتالي الشخص هو اللي كيقدر يلعب عده ادوار، وكيقدر يلعب يلبس الماسكات، كل وضعيه تحتاج منك ماسك، فاهمين؟ هذا من جهه احنا فهمنا الشخص. مفهوم ثاني، مفهوم الضرورة. شنو هي الضرورة أستاذة؟ الضرورة هي أن كل ما في الكون، كل ما في الكون، يعني الضرورة راه ماشي عليك نتايا الشخص بوحده، فهموا، الضرورة ماشي مفهوم خاص بالشخص بوحده، كل ما في الكون، نباتات، حشرات، حيوانات، أفلاك، كل ما في الكون، في البحار، كل ما في الكون، ماله؟ يجب أن يبقى كما هو لا يخرج عن طبيعته.
غيبقى كما هو، ما غيتبدل فيه والو، لا يخرج عن طبيعته، يبقى خاضع لواحد السلسله. ما يمكنش حوته تخرج تعيش في البر، بالضروره غتعيش في الماء. ما يمكنش الانسان يعيش في الماء، بالضروره غيعيش في البر. الضروره هي شي حاجه اللي ما نقدروش نتحداوها، اللي ما نقدروش نغيروها فينا، وغتبقى فينا الى الابد. هذه هي الضروره. والضروره عندها جوج ديال المعاني، كاين الضروره بمعنى الحتميه، وكتعني على ان كل فعل عنده رد فعل، وكل فعل عنده سبب كيسبقه. مثلا ما نجحتش، اذا ما خدمتش مزيان، حيت ما خدمتش مزيان راني ما نجحتش. هذا فعل حتمي. واحد المثال تيعجبني نوضفو هنا، تيقول لك خوك طاح، قال لي اه راه من الخيمه خرج ميل، كان غيطيح، اكيد غيطيح. شي حاجه كيبان لك من الحتمي ان تقع، ما يمكنش انت غادي شاد بلاطو فيه الكيسان وكتهضر وما كترعد وما غيطيحش، غيطيح حتميا. كاين واحد السبب كيبين لك اشنو غادي يوقع من بعد، هذه سميتها الحتميه. وكاين شي حوايج ما نقدروش نعرفوا كيفاش غتوقع، بلا اسباب بلا والو كتوقع، اللي سميتها الجبريه، اللي كتعني القضاء والقدر. متي الموت قضاء وقدر، ضروره ولكن تتعني الجبري. دابا الضروره نوعان، الضروره بمعنى الحتميه، يعني كل حاجه سبب وقع عنده مسبب ديالو، لكل سبب مسببه. هذه الضروره. هناك اشياء لها اسباب معينه لذلك تقع رغما عنا، وهناك اشياء تقع باراده الله تعالى. كل ما يتعلق بالله تعالى كيتسمى الجبريه، الجبريه المطلق، قضاء والقدر. صافي مات مات، ما كاينش لا راه وقيلا كون بقى في الدار ما كانش يموت، لا غيموت، هذا قضاء وقدر. ولكن بحال دابا شي حاجه عندها علاقه بالعمل، الاجتهاد، العلاقات بين الاخرين، هذه كتسمى حتميه. كاين الحتميه وكاين الجبريه، هذا هو المعنى ديال الضروره. الخضوع للاكراهات والحتميه، نعم الحتميات هما الاسباب والمسببات اللي كيتدخل فيهم الانسان، والجبريه كل ما تتدخل في اراده الله تعالى. واضح. دابا غندوزو المفهوم رقم 3 اللي هو مفهوم الحريه. شنو هي الحريه؟ هذا راه ما نحتاجوش نحفظوه، تمشي عند دري صغير غيشرح لك الحريه. الحريه هي ان افعل ما اشاء دون قيد او شرط، القدره على الفعل او الامتناع عنه، دير الحاجه ولا ما ديرهاش، بغيت ندير اللايف ولا ما بغيتش نديرو، انا حره دون قيد او شرط، بلا ما يكون عندي شي شرط. حيت الا كان عندي شرط بالزمن خصني ندير، ولا كنت مقيده ضاغطين عليا بالزمن خصني ندير، ولكن كنديرو باختيار. الا كان باختيار راه بحريه، انا حره، انا حر. المرض لا، المرض يقدر يكون حتمي الا كان المرض وراثي، الا كان الامراض داخله في الحتميه ماشي في الجبريه. الوراثه كاين اللي فيه السكر بالوراثه، السبب هو الوالدين، المسبب هو دوك الكروموزوم، هذاك التفاعلات والنسبه التحلون الدم اللي طالعه في الدم ودازت للجنين الى غير ذلك، شيء علمي حتمي. الامراض الوراثيه اللي كيدخل في الحتميه، الجبريه راه كي قلت لكم كنهضروا على شي حاجه ما دخل فيها حتى شي سبب علمي، ما عندهاش سبب. مثلا تقول لي وانا كنت صحيحه تمرضت، اذا اراده الله تعالى. لا، باش مرضتي؟ مرضت بالكوليسترول، كي داير الاكل ديالك، والاكل ديالي فيه الدهنيات، انت السبب. كاين سبب عطى مسبب، اي حاجه تدخل فيها الانسان دار السبب حتميا، تدخل فيها الانسان دار السبب كتسمى حتمي. ما كاينش سبب ديال الانسان مباشره كي الصاعقه، جبريه. دار الحريه هي ان افعل ما اشاء دون قيد او شرط. صافي، ان افعل او لا افعل دون قيد او شرط، دير ولا ما ديرش، يعني ماشي غير دير، بغيتي دير دير، بغيتي دير ما ديرش، انت حر. دابا عرفنا المفاهيم المركزيه اللي كاينه في هذا المحور، شنو هي المفارقه اللي كيطرحها هذا المحور؟ هذا المحور فيه واحد المفارقه، فيه ان الشخص حر، حرية مطلقة، وفي أن الشخص خاضع للضرورة إما حتمية أو جبرية. يعني كاين اللي كيشوف على أن الشخص حر، وكاين اللي كيشوف على أن الشخص خاضع لمجموعة من الإكراهات والحتميات. صافي، إذا هاد المفارقة، نعم علم الغيب فيه هو الجبرية، هاد المفارقة خلتنا نتساءل، وحيت المفارقة كتسبق الإشكال،
المفارقه اللي كتخلينا نطرحوا الاشكال. كاين اللي كيسولني استاذ واش المفارقه هي الاشكال، نقدر نقول لكم بمعنى اخر المفارقه هي الاشكال، غير المفارقه كنعبروا عليها على شكل جمل اخباريه. هناك من يرى وهناك من يرى، يمكننا القول في حين يمكننا القول، ديما كنعطي التناقض اللي كاين في هذا المحور، التناقضات اللي كاينه ما كنديروش فيها علامات استفهام، ما كنديروش فيها هل، ما كنديروش فيها ام، وكنحولوها هي النيت دوك الجمل كنحولوها الى اسئله كتولي اشكال. هادوك الجمل ملي غنحولهم الى تساؤلات غيوليو اشكال، يعني نفس المعنى عندهم، ديما عندنا هل ام، غير ما المفارقه ما كنديروش فيها هل ام، كنعبروا عليها بشكل جمل اخباريه وكنشدوها وكنحولوها الى تساؤلات، ممكن تكرار مفهوم الضروره. غنعاودوا في السيلو، غنعاودوا في الكتابه، انا دابا ندوز كل شيء وغنعاود نكتب، غنكتبوا. بالنسبه للاشكال، شنو هو الاشكال؟ الاشكال هنا هو هل الشخص حر وان كان حرا، شخص حر، شخص واش شخص حر، هل الشخص حر واذا كان حر هل هو حر حريه مطلقه، واش حريه 100% مطلقه يعني إليميتي لا تنتهي لا قيد ولا شرط الى الابد في كل شيء 100%، ام حر حريه نسبيه حر غير شويه، واش حر 100% ولا حر شويه، او لا ما حر ما والو خاضع للضروره. اذا في هذا المحور بغينا نعرفوا واش حنا كاشخاص بداك العقل اللي عندنا، قلنا حنا ذات عاقله واعيه قادره تحمل مسؤوليه الخلق، بداك العقل اللي عندنا واش عقلنا غيخلينا نديروا اللي بغينا، ولا حيت عندنا العقل حنا احرار اي حاجه درناها حتى واحد ما كيتدخل فينا، ولا خاضعين لمجموعه من الاكراهات. المفارقه كتكون في المنهجيات بثلاثه، مفارقه كاينه فيهم بثلاثه، ما كايناش شي قضيه فلسفيه ما فيهاش مفارقه، كاع القضايا فيهم مفارقه، حتى الاطار المرجعي كيقول هذا الشيء، غير ما معبرش عليها بشكل صريح. الا رجعتوا لمنهجيات النص في الاطار المرجعي غتلقاو كاتبين ذكر موضوع النص، موضوع يعني ما كيحددش لك واش مزوقه، موضوع، موضوع تقدر تبدا حتى من تاريخ فلسفه، هو قال لك الموضوع، ما قالش لك ذكر الدرس ولا المفهوم، كون قالوا المفهوم نقولوا خصنا نذكروا الدرس، قال لك الموضوع، شنو هو الموضوع؟ موضوع نقدر نهضر انا من الوضع البشري، موضوع، الموضوع بصفه عامه، كلمه موضوع راه كاين اللي ما فهمش ما معنى موضوع، ما قالش ذكر لي المفهوم، قال لك ذكر الموضوع بالاطار المرجعي، موضوع نقدر ندخل فيه المزوءه، ندخل فيه القضيه، ندخل فيه اللي بغيت الموضوع، هذه من جهه، ومن وراء الموضوع عبد الجبل كاتبين ذكر الاشكاليه، الاشكاليه راه هي المفارقه، الاشكاليه راه هي المفارقه. بدليل كاين الاشكاليه وكاين من وراء التساؤلات، ولا كانت الاشكاليه التساؤلات علاش معاودين الجمره ذكر اشكاليه المحور وطرح الاسئله، ايوا الاسئله ياك هي الاشكاليه، لا راه الاشكاليه هي المفارقه والاسئله هو التساؤلات اللي كتخرج على هذيك المفارقه، اما نقولوا مفارقه او نقولوا اشكاليه، عندنا واحد الاشكاليه يعني عندنا مشكله هنا، هناك من يرى ان الشخص حر حريه مطلقه وهناك من يرى ان الشخص خاضع للضروره، مشكله اشكاليه، غنحولوها الى تساؤلات وغنقولوا ما الشخص ما الضروره ما الحريه، هل الشخص حر حريه مطلقه ام خاضع للضروره، والا هنا غيكون تكرار في الاطار المرجعي، الناس اللي فاهمين على ان الاطار المرجعي ما كيذكرش المفارقه راه اذا شرحوا لينا كيفاش ذاكري الاشكاليه ومعاودي الاسئله، غنذكروا الاشكاليه ونعاودوا الاشكاليه كي هي الاسئله نعاودوا لا اشكاليه قصدوا بها المفارقه ديال القضيه ديال المحور، عاد نعاودوا نطرحوا التساؤلات اللي هي ماما هل ام. دابا الى عرفنا الاشكال بغينا ندوزو للمواقف، يعني يلا عاود شرحت المفارقه اختي اللي قالت لي شرحي المفارقه، شنو هما المواقف الفلسفيه اللي غادي نعاودو بها اللي غادي نعالجو بها هذا الموضوع؟ مواقف الفلسفيه بزاف باش ما تدوخوش، حيت تقدر تحضر معايا انا تحضر مع اساتذه اخرين وكل واحد كيهضر على اطروحات وانتم غادي تدوخوا، وي الاستاذ نوال قالت هذا الفيلسوف وهذا قال هذا الفيلسوف والاخر قال هذا الفيلسوف، وكيف لا اختار اللي بغيتي، اختار الاطروحات اللي دخلوا لك لمخك، في الوطني ما كيجبروكش تهضر على هذه الاطروحه ولا هذه، كاينين بزاف ديال الاطروحات، كل استاذ كيختار اللي غيخدم بيه، فاهمين كاينين بزاف، مثلا انا اختاريت في هذا المحور غادي نخدموا مثلا بموقف سيغموند فرويد، وكاين اللي كيخدم بموقف باروخ سبينوزا، بجوجهم كيهضروا على الضروره بجوجهم، كي سبينوزا كي فرويد، اللي عزلتي منهم صحيح،
حنا غناخدو على واحد، مايمكنش ديرو جوج بحال بحال. في الـ في الـ في الـ الحريه المطلقه كاين اللي كيخدم بجون بول سارتر، وكاين اللي كيخدم بروني ديكارت، بجوجهم كيقولوا الحريه المطلقه. اقرب واحد كيجيني انا زعما واضح والمطلقه عنده بشكل واضح علاش كنخدم به هو جون بول سارتر. اما بجوج لا سمعتوا ديكارت عند شي واحد ما تدوخوش، ولا في القياسام ولا ما تدوخوش. المهم عندنا هو يكون عندنا واحد تيقول الضروره وواحد كيقول الحريه. اشنو سميتو؟ لا يهم. اش كيقول بالضبط؟ نفس المعنى اللي كيقول هذا كيقول هذا كيقول هذا، غير الحجج كتختلف من فيلسوف الى اخر والمفاهيم كذلك. اما الجواب صحيح، جاوبتي بهذا ولا جاوبتي بهذا، بجوجهم صحاح. ثم كنفضل ناخذ انا موقف جا الوسط اللي كيجمع لينا ما بين الضروره وما بين الحريه، هو موقف موريس ميرلو بونتي اللي تيقول الحريه النسبيه. دابا فرويد وباروخ سبينوزا كيقولوا الحتميه الضروره، ما كايناش الحريه. جون بول سارتر وديكارت يقولوا كاين الحريه المطلقه، مطلقه، حتى واحد ما يوقفك، حتى واحد ما يحبسك. انا اشك، انا افكر، اذا انا موجود، صافي، انا ما سوقش في الاخرين. سارتر تيقول الوجود يسبق الماهيه، يعني الماهيه اللي هو الجوهر، دير فيه اللي بغيت، انا بغيت شخصيتي نبنيها عوجه، حتى واحد ما سوقو فيها، انا مسؤول على راسي، ما مسؤولش على الناس، بغيت نبنيها مقاده، بغيت نتبع الديانه، بغيت نتبع شاد الديانه، انا حر في راسي، انا حر، هذه سارتر. موريس ميرلو بونتي ما عجباتوش الهضره ديال الناس اللي تيقولوا الضروره، وما عجباتوش الهضره ديال الناس اللي تيقولوا الحريه. انتقد هادو وانتقد هادو، ضدهم بجوج. موريس ميرلو بونتي ضد الناس ديال الضروره 100% وديال الحريه 100%، وقال لهم، قال صحاب الضروره ورجعتوا الانسان بحال ما عندوش العقل، بحال شي روبو، كلشي ما كيتدخلش فيه، واش من دور في الحياه ديالو، هو مفعول به ديما، هو ما عنده تدور، ما حر في والو، ما يمكنش يكونوا ما احرار في والو. يعني هو انتقد الناس اللي تيقولوا ما كايناش الحريه، وفي نفس الوقت انتقد الناس اللي تيقولوا كاينه غير الحريه. قال لي ما يمكنش، حيت لا كانت غير الحريه غتولي الفوضى، اللي بغى شي حاجه يديرها انا غتولي الفوضى. كاينين شي حوايج ما نقدروش نكونوا فيهم احرار، بزاف د الحوايج، وخطير، ما عمرك تقدر تكون فيهم حر. دابا اجي نفهموا هذا الموضوع مزيان بينا حنا. نبداو مثلا فيلسوف، غنبداو مثلا مع باروخ سبينوزا. اش كيقول باروخ سبينوزا؟ باروخ سبينوزا كيهضر على الجبريه وكيهضر على الحتميه بجوج. قال لك الشخص ما كاينش عنده الحريه نهائيا. في ان يخرج عن طبيعته. اذا حنا فعلا ما نقدروش نخرجوا على طبيعتنا، ما نقدرش انا نتحول دابا لديناصور، ولا نتحول لاكستراتيغاست، ولا نتحول لسمكه، ولا انا طبيعتي راه غنبقى عليها هي هي، جبريه مجبوره من الله تعالى، انسان راه غنبقى انسان، ولا غتنوض لي شي عين هنا، ولا نبقى هكا، ما يمكنش. وكذلك كاين حتميات نفسيه ما نقدروش نتخلصوا منها. بحالاش؟ شكون فيكم يقدر يقول لي نقدر نتخلص من التوتر، او لا نقدر نحبس راسي على الضحك، او لا نقدر ما نغضبش، نبروغرامي راسي انني ما غاديش نغضب لمده سنه، ما غاديش نتقلق. كل العوامل النفسيه اللا شعوريه كتفرض راسها علينا. ياك نتوما بعقلكم دابا ومتبعين معايا، عقلوا على هذا الكلام. نهار الامتحان الوطني كي غتحل الورقه غتشدكم الخلعه. اذا هذيك حتميه نفسيه غتحاولوا تغلبوا عليها، ولكن شداتك يعني كاينه. هذا الموقف هذا ما قبلوش جون بول سارتر. قبل ما نشوفوا ما قبلو جون بول سارتر، كيأيدو حتى سيغموند فرويد. فرويد قال لك تخصص لينا غير في الحتميه النفسيه باش تفهموا. سبينوزا هضر بصفه عامه على الجبريه وعلى الحتميات كاملين. الحتميه البيولوجيه، ما تقولي شنو هي الحتميه البيولوجيه، بحال سبينوزا مثلا عطانا بزاف الامثله، ولكن نشرح لكم شنو هما الحتميات اللي فعلا هاد الفلاسفه كياخذوهم كدليل على اننا فعلا ما عندناش الحريه. شكون فيكم اخوتي اختار فصيله الدم ديالو يقول لي انا نقول لي انت حر؟ سبينوزا كذاب، حتى واحد ما اختار فصيله الدم ديالو، ولا حتى فرويد، جوجهم عندهم نفس الكفه. شكون فيكم اخوتي اختار لون البشره ديالو في الاصل؟ خليونا من عمليه التجميل والتعديل، لا في الاصل. شكون فيكم اخوتي اختار الابوين ديالو؟ حنا نخرجوا من ما هو بيولوجي لنفسي اجتماعي. بيولوجيا ما اختاريناش فصيله الدم ديالنا، ما اختاريناش الامراض الوراثيه اللي تتكون فينا،
ما اختاريناش الطول ديالنا والقامة ديالنا وكل ما يتعلق بأعضائنا وبجسدنا، ما اختارينا والو على الحتمية البيولوجية. كاين عندنا شي حوايج اخرين كيتفرضوا علينا، شنو هما؟ حتمية نفسية. البيولوجية عرفناها، كل ما يتعلق بالجسد والأمراض ما كنختاروهمش. النفسي ما كنختارش، كتقول تفو عصبني، عصبك اذا ما اختاريتيش هو اللي عصبك، اذا تعصبتي ليه، اذا طحتي في الشبكه اه حتميه نفسيه. والله الا ضحكني حتميه نفسيه، شدتني الخلعه حتميه نفسيه، فرحت حتميه نفسيه، اذا هادشي كله كنعيشه يوميا. زيدوا كاينه الحتميه البيولوجيه والحتميه النفسيه، عقلوا على انواع الحتميات، راه هو التعبير اللي تبغي تقول ان الشخص خاضع لمجموعه من الحتميات. راه ديما كتسمعوا مجموعه من الحتميات وما عمرش واحد فكر شناهي هاد المجموعه شحال فيها. فيها ثلاثه، حتميه بيولوجيه راني شرحتها، حتميه نفسيه راني شرحتها، بقى لينا واحد الحاجه اللي كلكم غتعجبكم، حتميه اجتماعيه. الحتميه الاجتماعيه بمعنى كل ما نعيشه في هذا المجتمع. دابا هذا هو التناقض، مفروض علينا لاننا لم نختاره، واخا تيقولوا لينا بان راه حنا اللي صنعنا القوانين وحنا اللي درنا هادشي، وحتى واحد فينا ما باغي دوك القوانين لانه ماشي هو. شكون حنا اللي شاركنا فيهم؟ انا ما شاركت في شي قوانين، انا بعدا ما جا عندي حد، انا ما اختاريت عادات، ما اختاريت تقاليد، جيت لقيتهم خاصني نتبع المجتمع فيهم. حيت الا ما تبعناش المجتمع فيهم غادي نبدنا وغادي ينتقدنا وغادي يعيب علينا، حيت ما خصناش نخرجوا من القاطع. قالوا غدا العيد، غدا العيد، لا راه البارح، صافي البارح. كيفاش؟ بزاف ديال العادات والتقاليد موافقين عليها ولا ما موافقينش عليها، كنعيشوها وغنديروها. اخر حاجه العيد، وتيكاين اللي كيشوف على انه بدعه، ولا كنهضروا على عيد مولد النبوي الشريف بحال احتفلنا بعيد ميلاده، دينيا ما كايناش مثلا، ولكن راه ولات في اطار العادات والتقاليد. راه الوالدين والولاد كيتسناو يكسيو ولادهم بالحوايج في العيد الميلود داخل. حنا ما اختاريناش هادشي خويا، انا ما مسلكنيش حتى مسك اللي عنده 4 الاولاد و5 الاولاد. اه عباد الله، علاش غير عيد ميلود كيتكساو فيه الدراري؟ شكون اللي قال هاد كيتكساو فيه الدراري؟ شكون اللي قال؟ عادات المجتمع، شكون هدف المجتمع؟ جيبوه ليا جيبوه ليا. شكون انت غتقول لي لا انت لا انت لا؟ وعلاش كنا كنديروها؟ عادات وتقاليد، هذه سميتها حتميه اجتماعيه. حتميه اجتماعيه شي حاجه كاينه في المجتمع تنديرو كامل. عاشورا زطرطق مطقطق زطرطق مطق، يطبلوا لنا في روسنا حتى الصباح، ويشعلوا في البنوات ويحرقوا في العوافي. وملي تمشي تسول تقول لي خويا واش كاين شي سند قانوني وعلمي وديني لهادشي؟ والعادات ديالنا ديال هادشي باش حنايا معروفين. شكون دار هاد العادات اخويا؟ مشي وعدو، ماشي انا انت، ماشي انا انت. اي حاجه لا شعوريه جمعيه كتسمى حتميه اجتماعيه. حتى واحد ما عارف شكون، ولكن كانت عبر الازل وغدا وكتطور شويه وكتميع وكتبدل ويا غدا ويا غدا ويا غدا. هذوك الحوايج اللي حنا ما باغينهمش مفروضين علينا في المجتمع كتسمى حتميه اجتماعيه. نجيكم واحد الحاجه زوينه تقدر تعجبكم من ضمن الحتميات اللي كنعيشوهم يوميا يوميا يوميا، صغير والكبير كلشي كيعيش هاد الحتميه. شنو هي سميتك؟ كيفاش دابا سميتك؟ واش مفروضه عليك ولا اختاريتها؟ مفروضه عليك. اباك بغى يسميك على جدو، هو عزيز عليه جدو، الله يخليه ليه. انا مالي بلغه جون بول سارتر، حيت سارتر يقول لك الحريه. انا مالي خويا، مسميني شي سميه من العصر الغابر، بغاو غير يكتبوها خص ثلاثه يتحاماو عليها باش يعرفوا يكتبوها. لا راه تفكرني بجدي، وعندكم تضربوه بحال ضربتي الوالد، وعندكم تقيسوه بحال سميتي راه ديالي انا، ما كنستعملهاش، كيعيطوا عليا به هما. دابا انا كنتوحش نطق سميتي نوال، كنقولها ما كنقول معكم الاستاذه نوال القاني، ماشي انا اللي اختاريت سميتي. هذه حتميه اجتماعيه. علاش؟ حيت اختارها لي المجتمع. شكون هو المجتمع؟ المجتمع راه ماشي ضروري يكون 42 مليون نسمه كامل، لا، المجتمع راه باديه من بك وامك،
ايه با امي الا راه تيقول لك سماتك عمتك، سماتك بنت خالد جدات خوت خالد جدات باك، هادوك اللي سموك فرضوا عليك كتسمى حتميه اجتماعيه هكا. اذا حنا حتى التسميه ديالنا ماشي احرار فيها، ماشي احرار فيها. مثلا انا الحتميه الاجتماعيه هي سبب سميتي، علاش؟ لان في سنه 1984 بالضبط فاش تزاديت انا خدات نوال المتوكل الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه اظن، وكان اول تتويج ميداليه ذهبيه انا داك من عنصر نسوي، وشي حاجه في المغرب العنصر النسوي يتفوق في الرياضه وفي اي مجال من المجالات كتزت لها الدنيا، سموني نوال. فرحوا بهذيك نوال، فرحوا فرحوا فيا، فرحوا بها فيا. انا الحمد لله اللي جات فيا نوال، راه كاين اللي جايين فيه شي سميات راه مساكن. صبروا راه سمي، ارتاحوا ارتاحوا، واش ما تقولوش لا راه ماشي، لا راه عادي تعيش حتميه اجتماعيه. يعني ما اختاريناش اسماءنا، نزيدكم مشيو بعيد هنا غيكفروا عليا الوالدين، حتى واحد فينا ما اختار والديه بعد. بغ مع الصب ديما، خويا تشاور معايا. تخيل شي عدد تقول لي با ملي انت معصب ديما بحال هكا تشاور معايا اخويا. واش بغيتيني نجي للدنيا نتعامل مع العصب ديالك ولا لا؟ باك امك مضاربين ديما الهندريزه فوق راسك، وهادشي راه كنهضر مع الشباب اللي يلاه مزوجين الله يرضى عليكم، قبل ما تبلزوا لينا مرحبا بالوليدات، شوف راسك واش مستابيليزي بعدا، واش انت مقيد على دوك الوليدات، واش قادر تعطيهم قدوه سليمه، واش قادر تعطيهم تربيه سليمه، واش قادر تصنع لينا انسان. شوف عاد فكرتو خويا ماشي انت ضد في مرت خوك ولدت تعانتي معاها نطي ولدتيني انا، هذه حتميه. حتميه يعني اي حاجه تفرضات علينا ما اختاريناهاش سميتها حتميه، سواء تعلقت بما هو بيولوجي راه حتميه بيولوجيه، تعلقت بما هو نفسي، قلقتي تعصبتي فرحتي شي حاجه بينك وبين نفسك راه حتميه نفسيه، تعلقت بما هو اجتماعي راها حتميه اجتماعيه. اذا ثلاثه ديال الحتميات عندنا سنعيشوها. اذا هذا الشيء اللي اكدوا لينا كل من باروخ سبينوزا وسيغموند فرويد، هذا الشيء على الشخص ما عمره غيقدر يكون حر ابدا. بالنسبه للنقيض، الاطروحه النقيض اللي كتعارض مع هذا الجواب اللي كنت كنضحك بيه، وهذا راه ماشي جوابي، جواب سارتر. سارتر تيقول لك الوجود يسبق الماهيه، انا اوجد اولا في هذا العالم ثم اصنع بماهيتي وبنفسي ما اريد ان اكون، ما تجيش تفرض عليا خويا شنو ندير، اريد ان اتحرر من عادات وتقاليد المجتمع، كل يدير اللي قال لي مخه. وهذا راه ماشي مغربي باش نتفاهموا، ما بقاش تفرحوا زوينه هذه الاطروحه، هذه الاطروحه خويا راه الاخ فرنساوي الله يرحم الوالدين، فرنسا داكشي اللي دايرين، الولد كيدير 18 عام كيولي ذات واعيه عاقله قادره على تحمل المسؤوليه الاخلاقيه القانونيه الزنقه. هادشي حنا ما متفقينش معاه، علاش؟ حيت عندنا حتميه اجتماعيه، عادات والتقاليد ديالنا، حنا راه الولد كيولد ولادو ولاد ولادو كيولي جد وباقي عايش مع والديه، وزوين هادشي بكل الاحترام، ولكن زوين يكون شويه الخصوصيه، هما زايدين فيه كاع الحريه المطلقه، برا الولد كيدير 18 عام مابقاش عايش مع والديه، سير الزنقه، دير مخدرات ولا سير الحبس ولا دير علاقات غير شرعي، شغلك هذا، انت حر حريه مطلقه، دير اللي عجبك. داكشي على السارتر اللي كان كينادي بها، راه بلاد واديك ماشي بلادنا حنا، راه بلاد واديك، الشخص حر حريه مطلقه. واضيف اليكم، واخا نتوما خصكمش تاثروا بخلفيه الفيلسوف باش تفهموا على السارتر، تيقول قال لك ما كاينش شي حاجه سميتها قضاء وقدر، كتب عليك الله، كلشي كتكتبوا على راسك. دابا الا دويتي مع سارتر وقلتي ليه واش غادي تنجح في البكالوريا مثلا، دابا تفكروا تشوفوا طريقه التفكير ديالنا حنا كناس مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وناس اللي ما كاينش عندهم حتى حاجه، ما كاين لا قضاء لا قدر لا اله لا والو، تتقولي واش غادي تنجح؟ حنا كنقولوا ان شاء الله، ياك ان شاء الله، انا باغي ولكن ان شاء الله، يعني عندي حريه نسبيه، غندير اللي عليا والكمال على الله سبحانه وتعالى. هو تيقول لك لا غنجح، لا غنجح هذا العام، لا غنخدم هادي وادي 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 وادي، هادي غنجيب فيها كذا، وادي غنخدم بهاد الطريقه نجيب فيها كذا وكذا وكذا، وادي باقا ما ضبطهاش ما غنجيبش فيها غتعوض لي كذا وغنجح. ولا عرفت اش غدير هاد العام؟ غندوز الباك، من بعد الباك ان شاء الله، انا بقات فمي ان شاء الله، وراه ما يقولش ان شاء الله، من بعد الباك غادي نضرب 3 سنين في لافاك، غنشد لا ليسونس، غندفع التعليم من هنا ل 2027 غتلقاني في التعليم،
ما نقدروش حنا نقولوها. حيت ديما تنقولوا ناري تقول ان شاء الله السكع، ولا ما بغاش لك الله، ولا طراتك شي مصيبه، ولا طرات شي. هو قال لك لا، كاينه حريه مطلقه، الله يرضي عليك. اللي بغى شي حاجه راه غادي يديرها، بغيتي تنجح غتنجح، بغيتي تسقط غتسقط، بغيتي تولي استاذ تولي، بغيتي تولي طبيب تولي طبيب، اللي بغيتي غتولي، اللي بغيتي. او حتى حاجه ما غتمنعني. ولا ما وليتش سارتر تيقول لك الا ما وليتيش اذا انت اللي ما بغيتيش، ماشي دير سبب بشي حاجه وقعت لا، انت اللي ما بغيتيش. ولكن انا بغيت، ولكن وقعوا لي شي مشاكل، ما تخليش المشاكل يوقعوا لك. الحاجه اللي غدير لك مشاكل بعد عليها، ما ديرش مشاكل. ولكن راه راسي مطمس، ضاربي مع راسك لا لا ما قاداش. اذا انت شخصيتك ضعيفه، ما تقوليش لي ماشي حره، انت اللي ضعيفه. حنا ما تنتقبلوش هذا المنطق. ولكن باش ترتاحوا صارت ملي تقولنا شخص حر حريه مطلقه، يدير براسو اللي بغا ويوصل فين بغا ويخطط اللي بغا، وحتى حاجه ما كتحبسو، حيت هو ملحد. باش نتفاهموا، لانه يرى ان ليس هناك اي اله لا يتحكم ولا يخطط ولا يخضعنا ولا اي شيء. كاين انت، ملي غتموت بسلامه كاين لا حساب لا والو، كاين انت. اذا حنا لا فكرنا بعقليه اسلاميه ما غنتفقوش مع جون بول سارتر، ولكن لا فكرنا بها بالمنطق غادي تعجبنا اطروحته. علاش؟ حيت هو تيقول واحد القضيه زوينه تتعجبني عند سارتر. ديما خذوا من الاطروحه اللي بغيتي، ما تكونوش معقدين. لا ويلي والحين ما نقرا، لا قرا افكاره. علاش؟ فين كاين المشكل؟ قرا افكاره وفهمها وطبق منا ما يلائمك، صافي. ديال الفلسفه ما قدناش ولي بحالو، خذ منا ما يلائمك. ما معنى ما بارطاجي؟ بداو السينيور انا داروا لي في اللايف الخاص بارطاجي، وما خاسرين والو بارطاجي. ملي كنتحدث على جون بول سارتر، الحاجه اللي زوينه عنده قال لك الشخص حر حريه مطلقه ولكن بشرطين. وركزوا معايا في هاد الشرطين، جوج شروط خاصهم يكونوا باش تكون انت حر حريه مطلقه. تحدي الصعوبات، يعني ما تبقاش تقولي راسي في الشطابه ما عنديش الوقت، انت غنحفظ ولادي ما كيناسوش، ناري مهمتي، غادي نابونطوني، غادي نتبلوكا. اتشمر على دراعك، ما فهمتش عاود قرا، ما فهمتش عاود قرا، ما فهمتش عاود قرا، تتفهم. تحدي الصعوبات، زيد تحمل المسؤوليه. شنو المسؤوليه؟ واختي نطيت تقراي هذا العام باكليبر، ياك اخويا ياك اختي، ايه عندك الخدمه، ايه، وما تبقاش تسلس من الخدمه، تحمل المسؤوليه. ورا صعيب عليا نوفق، اذا انت ضعيف كيفاش؟ حضر في خدمتك. ايوا من ورا خدمتك سير تقرا، كنعيا شرب مقويات، ما نقدرش نسهر سهر، غنتعذب تعذب، في كاين المشكل؟ غنتعذب مره وحده في العمر وغتشد بكالوريا، وانت بغيتيها لا ننالوا المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. علاش قلت لك عجبني؟ الا مشينا حتى لمنطق الدين، مشينا عند الله سبحانه وتعالى، واش ربي تيقول لكم غادي ندخلكم الجنه وانتم مريحين دايرين رجلي على رجلي؟ ولا خاصك تصوم وتصلي وتصدق وتزكي وما تنممش وما تغتابش وما تغش وما تسرقش وما تزنيش وما تمشيش للمحرمات وما تسمعش موسيقى وما 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 باش تنجح، باش تنجح وتفوز بدار الاخره. كاينه ورات هذه سميتها تحدي الصعوبات، يعني الا بغينا شي حاجه خصنا نضربوا عليها تماره. انا هذه اللي كتعجبني عند سارتر، نفسه حاره ماشي مرخرخ. بس انا بغيت ننجح ولكن الغل ما عرفتش ما ف... اش هاد الروح الميته؟ لا والله ما كاين حتى حاجه صعيبه، هاكا تقنعوا روسكم انها صعيبه. حل داك المخ، عندي البراش ما كينعسوش، الا لا تينعسوا ما كينعسوا سلطنا، نعسي بو مع الثمانيه او تي ولادك غالبينك، تي ولادك غالبينك وبغيت نجحي في الباك، راجعي معاهم. شمي دارك بالزربه كوني حادقه، وتيم دخلتي الكوزينه ما تخرجي على 4 السوايع، ما كتصنعي لينا صاروخ نووي، شويه د الماكله مع شويه الشلايط طن 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 طن، غسلي الماء عينك، ديري اللايفات وانت كتغسلي في الماء عينك، الله يرحم الوالدين، كتغسلي في الماء عينك وكديري في اللايف وكتصنطي بودنيك، فين ودنك كيشقاو؟ ودنك راه كيسمعوا، وملي تسالي ملي تسالي شقاو تقسي كاع داكشي سمعتي في اللايفات نقليه وكتبيه. ايت هذا كلام. اما باش تقولي لا ما عنديش الوقت وانا خصني نبغي نقرا تيكون الجو ويكون
ويكون صغير ويكون عمر غيكون الجو باش نتفاهموا. الدنيا كلها معمر غيكون فيها الجو باش ديري شي حاجه. الا بغيتي ديريها غديرها صحه، ديري كاع كسارته تحدي الصعوبات وتحمل المسؤوليه. الا كنا كنتحداو الصعوبات وكنديروا اللي علينا كنتحملوا المسؤوليه، ماشي نتكلوا على واحد اخر خليو دارنا خانزه والعفان روينه ونقولوا احنا هاد العام بغينا نقراو. لا، ديروهم بجوج، بثلاثه، باربعه، بعشره، بخمسه، راه كتقنعوا راسكم ما تقدروش. غتقدروا قد ما تحديتوا الصعوبات وتحملتوا المسؤوليه تكونوا احرار. علاش؟ حيت الا نطيت قراي ما كاينش اللي غايقول لك علاش كتقراي. غيدوروا يبغيو يشدوا فيك الدار، كتمري، زيد الولاد مقيين، زيد كل شيء مقاري، زيد العشاء طايب، زيد كل شيء واداب. ايوا حره، انت حره ديري اللي بغيتي، حره. امتى ما غتكونيش حره؟ واش هاد العفينه، اش هاد الخنز، ولادك الروينه، اش من قرايه، ويكمش لك كاع الورق ويلحم لك راه كاينه قرايه وانت هامله الدراري. لا ما نهملش الدراري، نحط الرقم هما الاولين، هما الاولين. صعيب عليا انا بعدا، بالنسبه ليا حتى حاجه ما صعيبه. الا بغينا نوصلوا للهدف ديالنا وكنا مصممين عليه، يكون وسط العافيه غتماطي يدك وغتحرق وغتجبدو من وسط العافيه. هذيك الكرتونه غتنوض وتشمر وغتجبدوها من وسط العافيه. حتى حاجه ما صعيبه، حتى حاجه. كلمه صعيبه ما كايناش، كلمه مستحيل ما كايناش. خاص غير الدماغ يامن، الدماغ العقل يامن على انني انا باغي. وقدم ما كنتي باغي قدم ما غتوصل، قدم ما كنتي مرخرخ ومفنين غتبقى تدور في حلقتين مفرخ. بدوش تقول لي صعيب، بالعكس. شي ملي تتكون باغي تتشقي وانت محمسه، ولا خويا في الخدمه كيخدم وفرحان، غنحيد عليه الخدمه طن 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 طن، نزرب عليا بيسي صوبة مشروع مالي، عندي القرايه طن، عندي واحد اللايف طن طن، وفرحان حيت باغي. ماشي تو عندي واحد اللايف ناري، مجموع لي واحد اللايفات ناري، لا درتي ناري ناري، يا صافي يا صافي. توقدوا شويه، هاد الهضره ما قلتهاش لكم انا، قال لكم خوكم جون بول سارتر. الشخص حر، حريه مطلقه بشرطين: تحدي الصعوبات وتحمل المسؤوليه. اذا الخلاصه اللي كاينه في هذا المحور هو ان الشخص ماشي حر، اها، وماشي مضطر. ايوا يتارجح، هذه الخلاصه خرجوا بها، يتارجح بين الضروره والحريه. نتوما الوسط دايرين بحال بندول الساعه، مره احرار مره مضطرين، مرة أحرار مرة مضطرين، مرة أحرار مرة مضطرين. وبالتالي حنا غتكون عندنا الحرية النسبية اللي هي نتحداو الصعوبات ونديروا اللي علينا. يعني لافي سي با اون غوز، الحياة ماشي جميلة وزوينة، كلشي مسهل لك، كاينة شوية تمارة. غادي وسط ديك التمارة غتلقاي وقيت فين تقراي، وسط ديك التمارة كاين وقيت فين تقرا. ما غاديش تلقى الحياة زوينة وما غاديش تلقى تاني مقفلة 100%، شويه شويه. يعني قد ما كانت عندك القدره على التكيف بحال الحرباء، فيما تحطات كتبدل لونها، التكيف مع الاوضاع. مثلا اليوم عندي الشقه بزاف وتماره والنقير والصداع والخدمه، ما نقراش. غدا الفجيوه نعوض القرايه ديال البارح، بعد غدا جاو الضياف ندوز ما نقراش، بعد غدا الفجيوه نعوض القرايه ديال البارح، نمشي مع الظروف. قريت اليوم مع الليل، الصباح ضربتني الفيقه بكري باقي ثقيل نقرا، غدا عاوتاني فقت مع الصباح كان عندي شقه نشقى، حتى الليل نقرا ب 12 جوج. حاولوا تكيفوا مع الوضعيات وتمشيو مع دوك الحتميات، وسط الحتميات تلقاو الطريق ديالكم. حيت موريس ميرلو بونتي الموقف اللي كيجمع لينا الوسط قال لك الشخص الحر هو اللي كيقدر يلقى راسو طريق وسط الحتميات. عندك حريه وعندك حتميه وانت كتحاول بالفجوات كتلقى واحد الانسلالات، اكيد غتنجح، اكيد غتنجح، اكيد اكيد غتنجح. فاهمين؟ اذا هذا هو المحور ديالنا. دابا غادي نقلب الكاميرا باش نحاول نكتب هاد المواقف اللي قلت لكم، فاهمين؟ نوريكم هذا مع هذا ضد هذا باش تفهموا اكثر، ومن ثم غادي نودعكم في رعايه الله. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا كما كنقول انا، ماشي غير الوطني، حياتنا شخصيتنا تتغير للاحسن. يكون هذا دعم نفسي وحافز اكثر من انه حصه. اما لا بغيتو غير درس مختصر على الشخص بين الضروره والحريه، راه في اليوتيوب لحت والبارح فيديو في 10 ديال الدقائق كيشرح جون بول سارتر وكيشرح فرويد وكيشرح موريس ميرلو بونتي، وداك الشيء مكتوب تقدروا تنقلوه غير من الفيديو. انا دابا غندير لكم خاطركم وغندير لكم شويه الخربشات بالستيل. اللي باغي فيديو قصير عندي في لاشين كيهضر على نفس المحاور، عندي الشخص رانا غاده دابا يلاه درت الشخص والهويه، الشخص
بوصف فيه قيمه والشخص بين الضروره الحريه اللي حتو غير والبارح في داكشي مختصر وزوين ومقاد. واللي باغي يستافد وينمي المعارف ويفهم راسه وتولي الفلسفه اسلوب حياه ديالو ويقوي الشخصيه ديالو واللي انسان افضل، مرحبا بي معايا في اللايفات. غادي نضربوا عصفورين بحجر، غنوجدوا للوطني وغنكسبوا شخصيه جديده، غنوليو اشخاص. نعم. اذا نقلب الكاميرا. اذا عندنا المحور الثالث، انا كنفضل نسميوه القضيه، كنقولش محور، القضيه، قضيه الشخص بين الضروره والحريه. اذا المفاهيم المركزيه هنا كي كتشوفوا، مفهوم الشخص، مفهوم الضروره، مفهوم الحريه. الشخص هو الذات الواعيه العاقله القادره على تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. بارطاجيو اللايف. مال هذا كيواجه عليا. والقانونية، أو التعريف الثاني اللاتيني، هو القناع الذي يضعه الممثل المسرحي حتى يتناسب شكله مع الدور الموكول إليه. بيرسونا، من هنا جت كلمة لا بيرسون دوزان. أوكي، الضرورة هي أن كل ما في الكون لابد أن يكون كما هو، لا يخرج عن طبيعته. وفي الضرورة معنيين، الضرورة بمعنى الحتمية وتعني كل ما هو علمي لكل سبب مسبب، والتعريف ديالها، والحتمية الجبرية، الجبرية وهي معنى ديني وتعني الخضوع لإرادة الله تعالى. واضح؟ دابا الحرية هي القدرة على الفعل أو الامتناع عنه دون قيد أو شرط. هادو المفاهيم اللي خصنا نفهموهم ونضبطوهم، غنحتاجوهم في المنهجية حتى للتحليل، وكنحتاجوهم باش نديروا التأطير، يعود بنا هذا النص إلى مجالي أو إلى مجزوءة الوضع البشري، ويعالج مفهوم الشخص ويركز على قضية الشخص بين الضرورة والحرية. هذا التأطير. دابا غندوزو المفارقة. المفارقة ديما فيها طرفين ناقض، لا سميتها مفارقة، بارادوكس، تناقض. المفارقة كتعني تناقض، تناقض، هناك تناقض في هذا القضية، في هذه القضية، في الجواب، أجوبة، هناك تناقض، هناك جواب وجواب نقيض. الجواب الأول موجود في هذا المحور هو أن الشخص حر، حرية مطلق. الجواب الثاني، سيبورا كنغبر عليك القاع واجد. الحتمية قالت لك شنو من وراها.
واخ الحتمية هي معنى علمي تعني أن لكل سبب مسبب، والحتميات ثلاثة أنواع. ها وما نزيدكم هنا، كاين الحتمية البيولوجية، وكاين الحتمية النفسية، وكاين الحتمية الاجتماعية. هكا غتكون واضحة. واضح. دابا نرجعوا للمفارقة اللي دوينا عليها. الشخص حر حرية مطلقة، وهناك من يرى العكس، الشخص خاضع للضرورة. باش تفهموا مزيان بحال تنخرجوها من المواقف باش تعرفوا المفارقة مين كتخرج. شكون اللي قال الشخص خاضع للضرورة؟ قلنا فرويد زائد باروخ سبينوزا. سبينوزا شكون اللي قال الشخص حر حرية مطلقة؟ جون بول سارتر وديكارت. موقفناش عنده بزاف، واحد كافي، لان ديكارت كيقول عندنا حرية مطلقة في الفكر، انا اشك انا افكر اذا انا موجود، اذا الفكر ديالي انا حر فيه 100%، حتى واحد ما يتدخل لي في الافكار ديالي، انا اللي كنبني الافكار ديالي براسي وكنشك في كل شيء وما كنعول على حتى واحد، داكشي علاش انا حر. اذا ديكارت وجون بول سارتر كيشوفوا الشخص حر حرية مطلقة، وفرويد وسبينوزا كيشوفوا الشخص خاضع لي الضروره. في الاخر انا غنزيدكم موقف، موقف مركب، موقف مركب. من بعد لو بغيتو تكتبوا كتبوا هالمفارقه، انا كنشرح لكم هذاك الشيء تكتبوه. راه تعاودي اللايف ووقفي وكتبي التعاريف وكتبي كل شيء. اذا المفارقه غتخلينا نطرحوا اشكال، ديما المفارقه كتبع الاشكال، كنقولوا ديما الشيء الذي يدفعنا الى طرح الاشكال التالي. هل الشخص، هلا كنحول الأسئلة، هل الشخص حر حرية مطلقة؟ العكس ديالها كنزيد هاد علامة كنترجمها إلى أم، كنقول أم خاضع للضرورة. ها هو الإشكال. هذيك المفارقة حولنا إلى أسئلة، عفوا. من وراء الإشكال غادي نشوفوا الاجوبه. كاع اللايفات ديالي انا مسجلين وغيبقاو مسجلين الى نهايه السنه، ومع ذلك راه كنحطهم في اليوتيوب. راه كاع اللايفات كنعاود نقطع منهم غير المقدمه ديال الغناء وداك الشيء وكنحطهم في اليوتيوب. غتلقاو في اليوتيوب عندي المباشرات وعندي الفيديوهات مشروحين بالانيميشن وبدك الرسومات ومكتوبين بطريقه زوينه. الفيديوهات غادي يعجبوكم، مختصرين مختصرين، وهذا الشيء فيهم مكتوب، مكتوب مطابي حسن كاع ودقيق مضبوط على هذا الشيء. انا هنا تنشرح لكم بشكل عام، اما اللي باغي فيديوهات قصار انا غادي نحط لكم الروابط ديالهم هنا في الصفحه. دابا المواقف، المواقف الفلسفيه، الفلسفيه التي يمكن، علاش غنقول يمكن ان تجيب باش ما يجيبش لكم الله ان راه غير هادو اللي كاينين. لا راه كل فيلسوف كي اللي يخدم بمونيه كي كله باش كيخدم يمكن. يعني انا اختاريت موقف فرويد، واختاريت مثلا موقف باروخ سبينوزا، وموقف جون بول سارتر، وموقف موريس ميرلو بونتي. الوليدات العلميين، الناس اللي عندهم تخصص اس في تي، بي سي، مهني، علوم شرعيه، كاع الناس اللي عندهم معامل جوج يقدروا ياخذوا غير جوج اطروحات، ياخذوا اما فرويد وسارتر جوج، او لا ياخذوا باروخ وسارتر. ما بغاوش يزيدوا موريس ماشي مشكل، تقدروا تخدموا غير بجوج ديال الاطروحات. الادبيين كنفضل ديما علوم انسان يخدموا بثلاثه الاطروحات، واحد كيشوف الضروره، واحد كيشوف الحريه، وواحد كيجمع بيناتهم بجوج. الا كان ماشي كاع المحاور كاين اللي كيجمع بيناتهم جوج، هنا كاين هذا كيجمع بيناتهم جوج، كاين شي محاور غتلقاو غير هذا واللي كيعارضوا، غير هذا واللي كيعارضوا. صافي انا غنلوح لكم الروابط ملي غنسالي ديال الفيديوهات اللي خصكم تفرجوا فيهم هنا في صفحه الفريق الادبي. اذا فرويد اش كيشوف؟ كيشوف على ان الشخص خاضع للحتميه النفسيه اللاشعوريه، حيث أن الشخص
له جانب واعي وجانب لا واعي لا شعور. اما نقولوا لا واعي او لا شعور. مادام عندنا جانب لا شعوري في كيبان في الاحلام وفلاتات اللسان، كتكون باغي تقول شي كلمه كتخرج لك كلمه اخرى، او باغي تكتب كلمه تكتب كلمه اخرى. اذا الدليل على اننا ماشي احرار هو الاحلام ديالنا. شكون فيكم عمرو اختار الحلم ديالو او بروغرام راسو باش غادي يحلم هذه الليله؟ نحلم اليوم واحد الحلمه زوينه، ما يمكنش مادام ما كنقدروش نبروغراميو راسنا في الاحلام. هذا حجه ديال فرويد، مادام كنحلموا بداك الشيء كيتفرض علينا اذا راه عندنا حتميه لا شعوريه. في الفيديو غتلقاوني شارحه مزيان كيفاش الحتميه لا شعوريه كيفاش كيخدم الهو الانا والانا الاعلى. باروخ سبينوزا كيهضر على الجبريه وعلى الحتميه بجوج. الجبريه كيقول لك كاين القضاء والقدر، ودي راه واضحه ما نحتاجوش الشرح، هو كاين شي حوايج قضاء وقدر من الله تعالى. والحتميه كاين اسباب انسانيه تتدخل، وعطانا مثال الجبان حيت هو جبان، جبان يعني ضعيف الشخصيه اكيد غادي يهرب. عطانا الجبان حينما يهرب من المعركه، عطانا مثال هروب الجبان، هروب الجبان من المعركة، الهروب من المعركة. عطانا مثال السكير باش تفهموا علاش كيهضر. قال لك السكير كيتفوه بكلام لا يقصده ولا يريد أن يقوله ويندم عليه بعدما يعود إلى حالته الطبيعية. هذا دليل على أن ما كيناش الحرية. إذا مثال، وعطانا مثال الطفل الرضيع، الرضيع اللي كيشتهي الحليب، هذيك حتمية بيولوجيه لانه خصو يشرب وما كيشرب غير الحليب. اذا راه ماشي كيتشهى الحليب حيت عاجبو، كيتشهى الحليب حيت هو المصدر الوحيد للعيش ديالو لانه باقي ما تياكل حتى شي حاجه. اذا هذه كتبان لي انها حتميه بيولوجيه، هذه كتهضر لنا على حتميه لا شعوريه نفسيه، وتهدي حتميه لا شعوريه نفسيه. وعطانا واحد مثال اخر ديال مثال الحجره باش نكثر عليكم، هما هادو من الامثله. ثم موريس ميرلو بونتي، لا عفوا جون بول سارتر، معنا دابا ما كتبش بلاصتو. جون بول سارتر تيقول لك كاينه الحريه المطلقه، العكس ديالو ضدهم، يعني ما كاين لا حتميه لا شعوريه ولا جبريه وحتميه، ما كاين والو، كاين الحريه المطلقه، الشخص حر، حريه مطلقه بشرطين: تحدي الصعوبات وتحمل المسؤوليه. شرطين، ها هو الشرط الاول. الا ما كانش هذا الشيء ما كاين لا حريه لا تحمل، تحدي الصعوبات وتحمل المسؤوليه. غيبقى لنا الموقف الاخير، موقف موريس ميرلو بونتي. موريس ميرلو بونتي جا الوسط، ينتقد وينتقد، ومضارب مع كل شيء يدخلون هذا باش تفهموا مزيان. ينتقد خطاب الحرية المطلقة، واخا هما متعارضين كينتقدوا بجوج، وينتقد خطاب الضرورة المطلقة. بالنسبة ليه الشخص عليه أن يتكيف مع الظروف ويعدل الحتميات. ما معنى يعدل الحتميات؟ مثال المقعد، مثال الشخص المقعد يمكنه أن يتحرك بحرية عن طريق كرسي مدولب أو متحرك. متحرك. كذلك فاقد البصر، مثال فاقد النظر أو البصر، نظر يمكن أن يدرس بآلة البراي. ماشي انت ما كتشوف صافي ما غتكتبش ما غتقراش، مشيت شي تسعى في الزنقة
عاونوني اخوتي وانو تقرا على راسك. لا راه ما كنشوفش. ما كتشوفش وتخدم وتقرا وتوظف ودير كل شيء. ماشي مشكل. لا ما عنديش رجلي. ما عندكش رجلك بالكرسي ديالك تقرا وتولي موظف وتمشي تقري وتخدم ودير كل شيء. فين كاين المشكل؟ اذا هو بغانا نتحداو هاد الحتميات، سواء كانت حتميه بيولوجيه، نعطيكم انا مثال ديال الحتميه البيولوجيه، نتحداو الحتميات، حتميات بثلاثه، البيولوجيه، البيولوجيا او النفسيه او الاجتماعيه. بحالاش النفسيه كنا كيجينا التوتر ولكن نتغلب عليه. الاجتماعيه اي عايشين في عادات وتقاليد ولكن ماشي ضروري نطبقوها. ليس من الضروري الخضوع للعادات، ياك؟ في نفس الوقت كينتقد خطاب الحريه، بمعنى ان عندنا هنا مجموعه من الحتميات خصنا نامنوا بها ولكن غادي نعدلوها وغنتكيفوا معاها وغنسلكوا راسنا. في نفس الوقت الحريه المطلقه مستحيل تكون لانها سوف تتحول الى فوضى، حرب الكل ضد الكل كيف ما قال توماس هوبس، غتولي الفوضى. وحريتك تقدر تعطيو هنا مثال على موريس ميرلو بونتي، تنتهي حريتي عند بداية حرية الآخر. كاينش حرية مطلقة باش ينتقد خطاب الحرية المطلقة. وكاين عندنا مجموعة من الحتميات خصنا نعدلوها ونتحداوها باش ينتقد خطاب الضرورة المطلقة. إذا موريس ميرلو بونتي ديما كنفضل تخليه هو الأخر لأنه كيجمع لنا ما بين المواقف، كيركب من غير إلا كان النص كيهضر على الحريه النسبيه، ديك الساعه غيسبق هو الاول في المناقشه. ولكن الا كان كيهضر على الضروره او على الحريه خليه هو الاخر لانه هو كيجمع لينا ما بين خطاب الضروره وخطاب الحريه. بالنسبه للتعريف، التعريف الفلسفي احسن، ولكن بغيتوا التميز ديروا بجوج، ديروا التعريف الفلسفي وديروا التعريف اللاتيني بجوج. اللي باغي غير التعادل يدير التعريف الفلسفي. صافي. اذا الى هنا تنتهي رحلتنا في كوكب زمرده. اللايف المقبل ان شاء الله، عندنا اسبوع عطله، اللايف من وراه غندير لكم لايف خاص بكم. فرحوا يلا من دابا انتم بارطاجيوه، من ورا العطله غندير لكم لايف خاص بوالو غير بطرح التساؤلات. غنجلس هنا ونبدا نقرا لي كومونتير، اللي سولني على شي حاجه غنشرحها ليه مزيانه، غير شي دعوه من القلب للصحه والعافيه ولوالدينا وصحيحتنا وصافي صافي. ما تكتبوها كاع كومونتير ودوك التصاور، لا لا لا، قولها في خاطرك، عاف خاطر قول الله يرحمك مخلوقه والله يسهل عليها، ولا قول يا ربي خليني مني ليه، قولوا يا ربي ديك المخلوقه داكشي اللي بغات صافي، وانا غنتكلف. صافي. اذا مورا العطله غندير لكم لايف ان شاء الله، حيت بانوا لي بزاف الناس مقانا غاده ما كنقراش لي كومونتير ما كنقري. دابا غندير لكم حلقه خاصه غير بلي كومونتير، سولني على اي حاجه في الدروس في المنهجيه غادي نجاوب خويا غنجاوب اختي. صافي. والدينا ووالديكم، والدينا ووالديكم. إلى هنا أقول لكم تحية فلسفية متواصلة لكم جميعا، عساكم بألف خير، ليلة سعيدة وعطلة سعيدة. تحياتي، باي باي.